copier, couper et coller. Alors, بالنسبة لكوبيي et couper et coller, بالنسبة للغة الإنجليزية عندنا copier هي copy و couper هي cut et coller هي paste أو لصق, بمعنى نسخ قطع أو لصق. Alors couper, copier, coller sont trois boutons de la barre d'outils standard. تلقاهم هنايا هما المجموعة ديالتهم. Copier, alors on a copier نسخ, copier نسخ و couper قطع, وعندنا كذلك لصق coller. بالنسبة على حسب الديستريبيسيون اللي عندكم نتوما مثلا أو الفيرسيون اللي عندكم غتلقاهم هنايا. لاحظوا معايا في الحلقة هادي مقدرش تكون هنا, واخا ماشي مشكل. الوغ تلقاو هادي هاهي كوبي نسخ وعندنا لصق. الوغ لا ميثود, الوغ سيليكسيوني لو تيكست اكوبي او اكوبي, بمعنى تن سيليكسيوني اول حاجة الحاجة اللي بغينا ندير لها كوبي او كوبي. Alors pour copier, cliquez sur le bouton copier dans la barre ci-dessous ou la combinaison de la touche Ctrl C. Bien maintenant, on clique sur la Ctrl C. Ctrl C. Ça veut dire comment on va améliorer le nesr. Ctrl C. Bien sûr, Mac CMT C. Bien sûr, Windows Ctrl C. Ou ramasse à Ctrl, on va le faire ouvrir ça. CTRL. Alors, on dit Ctrl C. D'abord, un, comment on va améliorer le nesr. Il agit les nerfs. بنقوم بعملية لصق تندير كنترول في, واخا حنقص انا مخصنيش نوصل القضية كاملة, ولكن بالنسبة للنسخ تندير كنترول سي. صافي هنا راه صافي راه هاد الكلمة هادي راه تم النسخ ديالها. و اونكوغ افيك لو بوطون دغوا بوي كوبي, او تنقوم بهاد العملية كذلك عن طريق الفأرة او لاسوغي الماوس. تن سيليكسيوني البارتي اللي بغيت و تنجي فوق هاد البلاصة اللي ندير قمت بعملية سيليكسيوني ليها و تنكليكي باليمين و تنختار كوبي. كوبي بالنسبة لي هادي هي كوبي هي نسخ كنترول سي, فبالتالي تم نسخ هادي. الوغ الحاجة الأولى اللي كنت نسختها راه مشات, دابا غتنسخ لي هادي تيحتفظوها دائما بآخر حاجة نسختي. الوغ بالنسبة لكوبي, بالنسبة لكوبي لاحظوا معايا قبل ما نقوم بتا شي عملية غنجي ندير عملية النسخ. بالنسبة لعملية النسخ شناهي, الوغ تندير كنترول في. لاحظوا معايا اون فوا درت كنترول في عطا نسخ ليا كلمة كاملة هنايا, وعطاني هنايا اختيارات واش بغيتي كيب تكست اونلي, بمعنى فقط التكست بلا ميزون فورم بلا زواقة بلا والو, ولا تكون بحالها بحال ديستينيشن بمعنى تحتفظ بال سميتو بالفورم ديالها. انا نخليها عاديه بحال ما هكذا. هذه بالنسبه لكنترول في او لصق. كنترول في ممكن نقوم بها بطريقه اخرى كذلك, نمشي نكليكي على هذا السيمبول هذا هو الفوق في القنت ها هو. الا كليكيت على هذا السيمبول هذا درت ليه باس, فبالتالي غتعاود تلصق ليا الثاني هنايا. الا مشيت كذلك كاين طريقه اخرى, قلنا كاين الطريقه تاع الكلافي لا سوغي وهذا البوطون هذا, بمعنى كاين ثلاث طرق باش نقومو بعملية لصق. واخا اجي نشوفو حالة اخرى اللي هي القطع او كات او كوبي, بمعنى ما تتقومش بعملية النسخ ولكن انما تتقوم بقطعة بعبارة اخرى, بحالة نديرو لها رومبلاسي بحالة نبدلو لها الموقع ديالها. لاحظوا معايا قلنا في الاول كنترول اي كنترول سي بالنسبة للنسخ. بالنسبة للمرحلة الثانية بوغ كوبي تديرو كنترول اكس بمعنى قطع كنترول اكس. لاحظوا معايا انا بحال قطعت حيدتها من هاد البلاصه كامله تحيدات, بغيت نردها لبلاصتها ثاني تنخلي الكرسور في بلاصتو تندير كنترول في. نعاودوها نشوفو مثلا شي جمله هنا نديرو كنترول في. الوغ الا درت ليها كنترول اكس بمعنى قط او قطع, ممكن لي نديبلاصي هنا والكرسور هنا لتحت وندير لصق بحال انتقلت من هنا لهنايا. واخا بالنسبة لهاد القطع يمكن نقوم بها بطريقة أخرى من غير الكلافي. أنا نسيليكسيوني البارتي اللي بغيت نقطعها مثلا,
راه تستخدم هذه القضيه تاع كنترول اكس عفوا هذا الكوبي، تستخدم كذلك بحال سوبريمي، غير هي تبقى محتفظ بها عندك في الميموار. الوغ الا قمت مثلا سيليكسيونيت هذه البارتي هذه كامله وبندير لها كوبي بلا كلافي، الوغ تنكليكي باليمين بلا الصوغي تاعي وتنجي هنا وتنختار كات. ولاحظوا معايا هنا عطيني رمز تاع الاوامر بلس اكس، بالنسبه لكم نتوما يعطيكم كنترول بلس اكس بمعنى عن طريق الكلافي. انا حاليا نديرها بلا الصوغي، ندير لي كات فوالا، فهي تخدعات من بلاصتها. كنترول في لصق. واخا نشوف طريقه اخرى عن طريق نيت مايكروسوفت اوفيس. الوغ بعد ما سيليكسيونيت البارتي اللي بغيت نقوم بالقطع ديالها، غنمشي لهذا الرمز تاع المقص وندير اون كليكي كنترول فوالا. يلا اون فوا كليكي ترى مشات داكشي اللي درت، اللي كنت درت قبيله سيليكسيونيت راه مشى، ولكن انا باقي محتفظ به. ممكن يردو لهنايا وندير ليه لصق، نعاود رجع فين كان التكست هادي كنترول في ترجع فين كنت. الو تل هنايا كيف تلاحظنا في هذا الفيديو هذا كيفاش نقوموا بعمليه نسخ وقطع وكذلك لصق. تل هنايا نشوفكم في الفيديو المقبل ان شاء الله. دابا نشوف فيها غوشيرش اي غومبلاسي ان مو، هاد القضية راه ديجا تكلمنا عليها في الفيديو السابق، فبالتالي غادي نفوتها، ما غاديش نتكلم عليها في الفيديو المقبل.